مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. كيف ما تنعرفوا بالأسبوع الماضي احتفلنا جميع باليوم الوطني للمرأة المغربية، وأكيد أن هذا اليوم كيصادف 10 أكتوبر. لهذا الغرض اليوم كنستضيف معي ضيفات مغربيات نساء كيمثلوا مختلف الأجيال وكيمثلوا أيضا مختلف المهن. اليوم غنتكلموا على حضور المرأة المغربية في ثلاث صور. والضيفات الكريمات اللي حضرت معي اليوم ومشرفيني، غادي نبدا بضيفتي من امريكا، السيده خديجه محسن، وهي سائقه هورموك او الشاحنه الثقيله بامريكا. مرحبا بلاله خديجه. شكرا. مرحبا بك. ايضا حاضره معنا الاستاذه مريم جمال ادريسي، محاميه وحقوقيه. مرحبا بك لاله مريم. الله يبارك فيك لاله سكينه، ومرحبا بلاله خديجه ولاله ندى. الله يحفظك. وايضا حاضره معنا ومشرفانا لاله ندى بناني كريم، وهي استاذه لتلقين اللغه الانجليزيه. وملي كنقول استاذه لتلقين اللغه الانجليزيه غنعرفوا بزاف ديال التفاصيل من خلال التجربه ديالها. مرحبا بك لاله ندى. الله يبارك فيك، الله يطول لي عمرك لاله سكينه، وهذا شرف لي انني نكون حاضره معكم اليوم، وتبارك الله على لاله مريم ولاله خديجه. يحفظكم جميعا. بطبيعه الحال اليوم هن نساء حضرت معنا كتجربة شخصية ومهنية كنماذج لنساء مغربيات تبتوا الذات ديالهم يعني بمجالات اللي هي مختلفة، وربما مجالات اللي إلى زمن قريب كنا كنشوفوا بلي واحد نوع من الحكر للرجال، ومهنة أخرى كنا كنشوفوا بلي صعيب على المرأة تولجها، ومهنة أخرى اللي كان كيجينا صعيب بأنه المرأة تستقر فيها. هذا الشيء علاش غنكتشفوا معاهم اليوم تجاربهم من خلال هذا اللقاء هذا وبرنامجكم الواقع هو هذا. وغادي نبداو بلاله خديجه. لاله خديجه سيده اللي عاشت في امريكا ازيد من 20 سنه، كتمتهن المهنه ديال سياقه شاحنه من بطبيعه الحال الوزن الثقيل ازيد من 13 سنه، ماشي شاحنه عاديه لانها كتنقل كل ما كيخص المحروقات البترول والفيول، مهنه اللي كانت صعيبه ومازال صعيبه على الرجال، فيها واحد الخطر كبير، ولكن هي كامره قدرت انها تخترقها وانها تثبت ذاتها فيها. واليوم غنعيشوا معها التجربه ديالها بطبيعه الحال. لاله خديجه مرحبا بك وتبارك الله عليك والله يعطيك الصحه. ما عندي ما نقول، انا اليوم كنحس براسي مرتبكه في الحوار معك. مرحبا بك لاله، شكرا، الله يجزيكم بخير، شكرا على التعب. ما كنتش منتظره بان الناس غادي تفكرنا من البلاد. مرحبا بك لاله خديجه. لاله خديجه احنا معك اليوم في حوار طبيعه الحال. يلا دابا وصلتي، هذه تقريبا عندكم الخمسه ديال العشيه، يلا دابا وصلتي للمكان اللي وضعتي فيه الرموك اللي كتسوقي بطبيعه الحال، انت مازاله فيه، المهم راكي بلاصتي واقفه انت مازاله فيه. نبغي نعرفوا شي شويه على الشخصيه ديالك لاله خديجه، وكيفاش حتى مشيتي لهذا المجال بالضبط. اولا بعد انا دار بيضاء من مواليد 67 ما شاء الله، دار بيضاء درب سيدنا الله ينصرو. كبرت وسط الخوت، ما كاينش البنات غير الرجال، وخوتي الرجال هما اللي علموني نصوم في المغرب قبل ما نخرج لي في عام. اللي كتجي لأمريكا لقيت بأن الدومين ديال النقل هو رقم واحد، إذا بغيتي تعيشي في هاد البلاد أي حاجة عندها علاقة بالنقل هاداك هي خدمتك. بديت أول ما بديت في أمريكا بديت بالطوبيسات، تعلمت الطوبيسات، واحد شوية زدت خديت الفيدرال، بديت كنسوق الكيران الكبار، عندك ما بين 15 بلاصة حتى 80 بلاصة، عندنا الدبل داك 40 تحت 40 فوق ديال 10، تعلمتهم كاملين، درت 13 عام في الطوبيس، ما خليت مطارات، ما خليت الطرقان، المهم تعلمت الطوبيس. بعد شويه في 2014 جاتني الفكره، قبل انا كنسوق الطوبيس ديال 56 بلاصه، شنو فيها الا تعلمت الرموك. أنا مشي بديت كنقرا كنحفظ كنقرا كنحفظ مع اللغة، خصك تحفظي كتاب كدا خصك تدوزي امتحانات ولا شي. بقيت حتى حصلت على الرخصة الفيدرالية،
اللي حصلت عليها من تما وانا شاده الله يعطيك الصحه. ضربت امريكا كلها، ضربت كندا، طبيعة الحال كنمشيو غير الحدود تاع المكسيك وكنرجعو بحالنا، كندخلوش المكسيك ولكن الحدود كنمشيو كنتبادلو التجاره، كياخذوا طرينات من عندنا ناخذوا طرينات من عندنا. ما خليت 2018 البنت عندي بدات تكبر شي شويه شو داكشي، انا نقول صافي يمكن جا الوقت خصني نجلس مع بنتي حتى تعمل الباكالوريا. بديت كنفكر وانا جيت لعند هاد الشركه قلت لهم بغيت نهز ليسانس، قال لي مرحبا، هي اللي ما تعاوش كتعرفي تسوقي؟ قلت له ياك، قال لي والله تزيدي نعلمك. صافي ومن تما وانا طبيعه الحال باش تهزي ليسانس خصك تكوني مؤهله اصلا، يعني تكون عندك كل بعد الاسم ديالك جميل، الركورد ديالك مع الاف بي اي كون نقي، هوملاند سيكوريتي نقي، عاد عندي رخصه ديال البوليس اصلا خصها تكون نقيه، يعني خصها توفر فيك ثلاثه شروط عاد كيعطوك الرخصه باش تهزي ليسانس. كنهزو جميع المحروقات بدون استثناء، عندنا 8 انواع ديال ليسانس البوليس، الناس كتعرف غير الغاز طوموبيل كاين بزاف، الحاجه الوحيده اللي ما كناش هي الطيارات وما تبقى كنهز. نسبه الخطر لاله خديجه عاليه بزاف في هذه المهنه، الناس كتموت يلاه كيموتوا عندنا اللي كيبقى شي. انت لاله خديجه؟ نعم لاله. ما كتخافيش؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. انا هاد الخدمه كنخدمها بمشيئتي، انا ما تنحط رجلي هنا في هاد التراك حتى كتكوني تضريتي وصليتي وعتمتي على الكريم وطلبتي عاد كتحطي رجلك في هاد التراك. انا ما كندير حتى حاجه من نفسي، كلشي بمشيئتي، ما نقدرش انا نتدي على هادي ونمشي نعمر 9000 كالون تما ولا 8000 الا بمشيئتي. انا ما تقدر دير حتى شي حاجه الا ما اعتمدت على ربي. ولا لا خديجه، يعني انت دابا من هاد التجربه ديالك ماشي سهله، دابا 13 سنه وانت كتسوقي يعني الوزن ثقيل، تعلموا الناس على، قلتي تعلموا الناس على يديك وما قدروش. نجوا عندنا شباب وما قدروش، انا زنهضر غير من 2018 لدابا خدمت مع هاد الشركه يلا تعلمت ناس معاهم ليسانس، جو عندنا يعني العشرات الرجال صحيح. علاش واش كيخافوا ولا كتكون صعيبه ولا هي خاصه واحد الحزم كثار ولا خدمه صعيبه؟ هي صعيبه اولا التوقيت صعب، يعني انا راه كنفيق مع 12 الليل باش نبدا مع الشوش الصباح، هادي الاول، وكيخصك تخدمي 14 ساعه يوميا، وعندك نهار في الاسبوع كنخدم 16 ساعه نهار في الاسبوع، يعني قلت النعاس قلت الراحه وما صعيبه. علاش؟ الا ما عندكش الحساب، الا ما عندكش المات ما تخدميهاش، ما تقديش عليها، كلها حسابات كتهزي بالحساب، كتعبري بالحساب، لان كنحطو ليسانس تحت الارض. دابا حنا ما كنعرفوش الارض شحال كتهز، كنديرو التقدير والعدد وتحسبي، الله يستر مع الله، تحطي ليسانس ولا داك الكونتينر لتحت ما هزوش كيولي فيضان في الارض، مشكلة. يعني اي غلطة مجال الخطر فيها كبير وبزاف خطير. انا اختي كنطلب يا ربي تخلينا بستوري. امين يا ربي امين. عرفتي انا كنحط لي ستيك كندير العمليات الحسابية، خصني نتاكد بانه غيهز او ما غيهزش، عاد كتحلي الهاند تاكدي، ولا شتي ما غادي يهش حطي اللي قديتي عليه ودي شي اخر جهه اخرى، خدمه واعره اكيد. كتحطي ليسانس يجي شي واحد غير يتفلى معاك يكون كيكمي ويلوح لك بريكه صافي مشيت عند الله، عرفتي قلت يعني نسبه الخطوره يعني
ما الا شي واحد بغا فيك الصفه انت حله تحت الارض حله القوات كتحطي في ليصاص ليصاص راه كيهبط 300 400 قولي 500 يطرو في الدقيق باش كيهبط في الدقيق يجي شي واحد غير يتفلى يعني نسبه الخطوره يعني غير يجبد كارو ويتفلى معاك يقول اه اوكي ويروحوا لك مثلا صافي مشيت انا نعم فرايك يقولوا تيقولنا الميريكان تشيكن فراي يا استاذه واش بغيتي تقولي تشيكن فراي غادي يولي بقلي الدجاج بقلي بسلامتك ان شاء الله الله يسترها معاك الله يحفظك الله يحفظك البنيت يا ربي حتى توصلي دابا انا ملي كنحط السلعه كنحطو لي كونز ولا شي واحد جا قرب حدا يقول لي سيف حاج تعطي امتزاع ما كنحشمش خاطر ما فيش الحشومه لا لا ممنوع ممنوع عليهم كاين الناس كيبغيو يقجروا عليا كنعيط للبوليس ديالي عندنا الاسبقيه عندنا الاولويه لانهم هما عارفين احنا شي هزين الحليب هذا راه ماشي حليب هذا راه متفجرات جيت تلصق حدايا لا والله تنجري عليه ما كنسمح حتى شي واحد يجي يقرب ليا حتى بالكذوب ما يجيش عندي نحط ليه لي كونز الا تحداهم مع الوروان اجي زعنينا لا اوكي انا جاي جوج دقائق ما كيفوتوش معنا 60 دقيقه 60 ثانيه كيحضروا في البلاصه كندخلوا الله يكون معايا ملي كنمشي للداون تاون عرفتي الداون تاون يعني بحال قلتي في الدار البيضاء بحال قلتي ليا هبطي هبطي لشارع الزرقطوني ولا فهمتي يعني كدا وراك شتي قداش شتي طول 53 قدم وتجيبي الزناقي والدروبة وحضي وعندك الطول وعندك الشجر وعندك البشر وعندك وبعد الخطرات كانت قهروا تتقول لي يمشي بوليسي دير لي الطريق اوكي صاف كيمشي يدير لك الطريق ما كيحملوناش بعدا علاه تكوني قريبة حدا العمارة كديرو المليار وجوجو يقول لك لا 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 الحاج حاج لا بغيتي تموت سير موت بيه ما تجي لا لا الغريب في هادشي لا خديجه هو انك انت كتكلمي عليه بواحد اليقين كتحبي المهنه ديالك يعني ما عندكش مشكل عارفه بان نسبه الخطوره فيها مرتفعه ولكن هادشي كتعشيه بواحد الحب وبالنسبه لك واحد اثبات للذات وما كيهمكش يعني كيف ما كانت النتيجه انت مستعده ليها ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى دائما السلامه والعافيه الله هذا واجب هذا الواجب ادعوا لي يستجيبوا لك ما تشي لي انا كنطلب ولكن الا ما كانش عندك القلب قاصح ما تسالش انا جيك صراحه لا يمينا صعيبه ما سهلاش وحنا اكيد لا يعني لا خديجه غادي نرجع لك وغندويو على تفاصيل اخرى حنا مازالين نكملوا الحوار ديالنا وإلا سمحتي لي غادي ننتقل عند استاذه مريم استاذه مريم جمال ادريسي محاميه وحقوقيه طبعا الحال مريم انت المجال ديالك مجال اللي فيه واحد الصعوبه الى وقت يعني طويل كان الحضور الرجالي في هذه المهنه ابرز من الحضور النسائي انت من المحاميات اللي عندها واحد الاشعاع تم تسليط الضوء عليها في واحد المرحله من المراحل عندك حضور عندك قوه ما شاء الله عليك وعندك بروز على مستوى المهنه اكيد ان هذه المساله كانت عندها مجموعه من التفاصيل نقربوا شويه الناس من مريم المحاميه اللي كيشوفوها دائما من محكمه لمحكمه من قضيه لقضيه شويه من مريم الانسانه شكرا لاله سكينه وانا بعدا كنبدي الاعجاب ديالي بلاله خديجه وعجابه بشخصيتها بشكل كبير وهذه مناسبه باش نقول واحد الفكره خصو يعرفوها الناس وهذه مناسبه اللي كيشوف وكيسمع يعرف بانه النجاح ما مرتبطش بالشواهد ولا بالدبلومات النجاح مرتبط بالتفكير وطريقه التفكير وحب ما نعمل كاين اللي معمرو قرا وناجح لانه كيعرف يفكر لانه يحب ما يقوم به كيحب شنو تيدير وبالتالي كيفكر باش يطور شنو تيدير وهذا هو المهم حيت راه ما خلقناش الله كاملين غادي يديروا نفس الخدمه ولا كلشي غيكون اطباء ولا كلشي غادي يكون بيلوت ولا كلشي غيكون محامي
كل واحد عنده دور، ولكن خصو يبحث على الدور ديالو داخل المجتمع ما يناسبه ويكون ناجح فيه. هكذا نكون مجتمع ناجح، كل واحد يدير الدور ديالو بحب وبتفاني وبجرأة، كل شيء يكون ناجح، من الخراز حتى رئيس الحكومة. دونك مريم أم سولاف، أنا عندي بني وسام عندها 12 سنة. أنا كنت من الصغر ديالي كان عندي واحد الميول ديال الدفاع، زعما بلا ما تنشعر تلقى نفسي ما تنحبش الظلم، وأي موقف كان أمامي فيه ظلم إلا وكنلقى راسي بغى ندخل، بغى ندافع على ماما على جارتنا على صاحبتي، ديما داك الدور ديال خاصني نناصر الحق ونناصر الحقيقة، هذه كانت فيا بحال قول فطرية. وحنا كنقولوا المحامون المحامي يولد محاميا والقاضي تصنعه الايام، المحامي اللي ما فيهش هذه الغريزه من الصغر لا يصلح لهذه المهنه. انا اختاريت في الدراسه ديالي العلوم التجريبيه، انا كنت سيونس يعني ما كنتش ادبيه كيف ما كيعتقد الجميع او الكثير من الناس ان كليه الحقوق فيها غير الادبيين، كليه الحقوق فيها متخصصين في العلوم التجريبيه وحتى العلوم الرياضيات، وانا كنت متميزه في ماده الرياضيات. هذا مساري الدراسي، اختاريت كليه الحقوق عن حب وعن اختيار، وكنت عارفه راسي شنو بغيت من كليه الحقوق، كنقول لهم انا بغيت نكون محاميه، ما كانش عندي خيار ثاني او ثالث، كنت عارفه شنو بغيت من كليه الحقوق. درت دراسات عليا معمقه في قانون الاعمال، ودرت ماستر في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وانا بصدد تحضير دكتوراه في القانون العام، يعني درت القانون العام والقانون الخاص، حاولت نزوج بيناتهم، هذا حبي لهذه الماده. فيما يتعلق بمجال الحقوقي، انا في 17 سنه التحقت بدار الشباب، كنت عزاليا سترونج، كنلعب سترونج، والتحقت بجمعيه الشعله، وهي كانت واحد القنطره للمرور الى الشبيبه الاتحاديه اللي كنعتبرها مدرسه استفدت منها، واحد الوقت اللي كان الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي في الاوج ديالو كان مازال تيعطينا بواحد الشكل اللي زعما نقول لك عنده بصمه في حياتي الحقوقيه وتفكيري السياسي. كنت كاتبه عامه لاتحاد العمل النسائي الفرع ديال مكناس، وكنت كاتبه اقليميه للمنظمه الاشتراكيه للنساء الاتحاديات بمكناس، كنت اول شابه صغيره السن في مجلس التنسيق الوطني في مؤسسه محمد الزرقطوني للثقافه والابحاث، وكنت عضوه بجمعيه الباحثين الشباب، وكذلك كنت كاتبة أولى ندوة التمرين في مكناس، لأني أنا مارست المحاماة 10 سنوات في مكناس قبل ما نلتحق بمدينة الدار البيضاء. هذا كنت عضو مكتب تنفيذي لجمعية عدالة لأجل الحق في محاكمة عادلة، وكذلك عضو مجلس الإداري للمرصد المغربي للسجون. هذا على مستوى غادي نقول واحد المسار أو واحد تجربة اللي استفدت منها محطات المختلفة، يعني الجمعيات المختلفة الحقوقية اللي استفدت منها، وعندها كذلك واحد البصمة في شخصيتي وفي حياتي. اختياري لك المهنة كان عن حب، وبالفعل أول ما كتشعر يوم كتواجد بديك المهنة، وحنا إلا جينا نشوفوا عدد النساء دائما ما كيتجاوزش الربع، كنلقاو بأنه بالفعل كاينة واحد العقلية ذكورية سائدة، لأن مهنة المحاماة مهنة المخاطر، ولا سيما مادة الجنايات، وأنا من المحاميات المتخصصة في مادة الجنايات، لأنه كتقدر تكون وأنا كنوب على ضحايا، يعني دائما أنا في مواجهة متهمين اللي قدروا يكونوا قتلة، مغتصبين، زعماء ديال منظمات إجرامية إلى غير ذلك من الأمور اللي كتخلي دائما نظرة المجتمع لديك المحامية هي ديك الأنثى التي لا تصلح أن تتجابها مع المجرمين، وأن تناصر الحقيقة في ملفات من هذا الحجم، ودائما الخطورة راه ممكن ينتقم منك شي واحد، ممكن شي حد يفكر أنه يؤذيك إلى غير ذلك، وهذا الشيء كان تعرضه له، راه مهنة متاعب فيها مخاطر بصفة عامة. ولكن مريم في هذه النقطة إذا سمحتي لي، يعني أنت خديتي ملفات اللي كانت صعيبة بزاف، اللي كان على واحد نوع من الإشعاع، اللي كان على واحد نوع من التركيز يعني ديال الرأي العام أيضا، وكاين بعض الملفات اللي خديتيها اللي فيها واحد الخطورة. أنا بحكم قربي منك يعني كنعرف بانك من النساء اللي عزيز عليك الملف يكون صعيب وتخدمي فيه وديري المجهود وتحلليه وتبحثي على تفاصيل، ومن النساء المناصرات لحقوق المراه بواحد الشكل غير طبيعي. فهذه المساله كلها كتشكل واحد النوع من الخطوره، انا بغينا نقولوا على الحياه الشخصيه ديالك، ربما يعني احيانا كيف ما قلتي كتعرضي تقدر تعرضي نوع من يعني خلينا نتكلم على الجانب الجنائي.
خاصه اللي كيتابعوا في المثال الشجعيه اكيد يعني كنلقاو نساء محليات اكثر كيترافعوا في حوادث الساير كيترافعوا في قضايا الاجتماعيه طلاق مي كتمشي للجنائي يعني خاص تكون عندها واحد الجراه كبيره في انها تحدى واحد الخطوره واحد الصعوبه اللي يمكن تعترضها في المهنه خاصها تكون عندها واحد القدره بعدا على انها تقنع القضاة بوجودها داخل القاعه على انها محاميه قادره على خوض هاد الملف لانه حتى الاحكام المسبقه في بعض الاحيان كتكون عائق بينك وبين الناس اللي كتخدمي معاهم حنا كنعرفوا داخل هذه المنظومه ديال العداله كاينه احكام مسبقه محاميه انيقه ولا انثى بواحد المعايير معينه ما كاين حكم مسبق انها يمكن ما قادراش انا حاولت بل انني الحمد لله نجحت في انني نتعدى هاد العقبه وقدرت نوصل لواحد المستوى انه ما بقى حتى شي حد يقدر يعطيني داك حكم القيمه يعني ما بقيتش ديك المحاميه الانثى كذا لا وليت محاميه اللي الا جيت لواحد الملف كنحس بزملائي الذكور كيعدوا العده باش يتواجهوا معايا باش يعرفوا بان انا جايه مسلحه بنصوص قانونيه جايه مسلحه بفكر وفيما يتعلق بملفات اللي قلتي ومن بينها ملفات اللي زعما عرفها الراي العام مهتم بها خصها تعرفي حتى ردود الافعال ديال الراي العام راه كتعبري على موقف تقدري الناس تسبك الناس ما تتفاهمش معاك كتعرفي ردود الافعال ديال الناس المغاربه تبارك الله وصلوا عندي عاطفيين يعني كلشي عندنا بزياده الحب بزياده الكره بزياده الانسان تيغضب دغيا كيسامح دغيا هذه طبيعتنا ولكن هذا الشيء هو الفوجي غير زعما حنا كنسيروا حتى هذه المسائل انه كتحاولي ما امكن تستوعبي تفهمي تعرفي بانه راه المجتمع فيه ناس مختلفه ماشي كاع الناس غتفهم واحد المستوى من الخطاب معين او لا غادي تفهم شنو هو الدور ديالك الا كان واحد التعتيم على مستوى الراي العام يعني كاين تحديات من هذا النوع على العموم المخاطر في المهنه موجوده ماشي غير في الجنايات حتى في العقار كتعرفي الناس اللي كيكون عندهم مشاكل عقاريه مثلا تيقول لك انسان تيموت على ولادو ولا على بلادو راه ناس عندها قدره على انها تاديك الى مشى لها واحد الملكيه معينه على واحد العقار الى غير ذلك ثم المحامون في هذه المجالات هذه فيها خطوره حتى الشركات بنفسها ملي كتقدر تكون شي شركه وقع لها افلاس راه يقدروا الناس ديالها يكونوا عدوانيين في ردود الافعال ديالهم وتقدر العدوانيه توصل لذاك الطرف بما فيه الدفاع ديالو يعني بما فيه المحامي او المحاميه ديالو دونك هذه مهنه حتى الطلاق اللي كنبسطوه راه ممكن محاميه تنوف من الطلاق ويكون مثلا المدعى عليه راجل معقد مريض ما حامل مراته ولا المحاميه ديالها ويقدر يدير شي حاجه ماشي هي هذيك وهذا الشيء عيناه وشاهدناه راه كاين محاميات تبارك الله وصلى عنبي اللي هما حقوقيات ومناضلات وتعرضوا كذلك الكثير من المضايقات وكتبقى المراه في وسط بحال المجتمع المغربي كتبقى دائما عندها واجهات متعدده كتحاربي ذاتك باش تطوريها كتحاربي الافكار اللي انت باغا تغيريها باغا تناضلي باش تغيريها كتحاربي نظره الناس ليك اللي كتكون مفعمه بالذكوريه بغينا ولا كرهنا بزاف الناس كما قلت لك كدير احكام قيمه دونك كتبقى ماشي بالمعنى ديال الحرب يعني فيه عدوانيه معناها الجميل يعني كديري الدور ديالك كتناضلي باش توصلي للاحسن حنا شنو بغينا حنا بغينا نخليو هاد البلاد لولادنا نخليوها احسن مما هي عليه يعني دائما كنشوفوا داك الغد الافضل كنقولوا خصنا تبقى بصمه ومرورنا ما خصوش يكون مرور الكرام لا خاصوش يكون مرور عادي خاصو يكون مرور اللي تبقى فيه بصمه نذكرها في واحد السن معينه او اللي تذكرها بنيتي الله يطول عمرها وتذكرها لاله سكينه وبهذه المناسبه حتى لاله سكينه راه بمناسبه العيد الوطني للمراه راه هي صحفيه بارزه ناجحه فيها لا كورتوازي بواحد الشكل كبير وذكيه تبارك الله وصلى عنبي ما عندي ما نقول عليها ما غاديش نخليك انت راك في نفس المنصه الله يطولنا عمرك المشاهده كنعتز بها بطبيعه الحال الله يحفظك ولا سمحتي لي انا غادي ننتقل عند لندى لندى بصراحه الفكره انا كيفاش عرفتها ندى كنا تلاقينا من قبل وكنت زرتها قبل من كورونا وكنت زرتها في المكان اللي كتشتغل فيه بمدينه الرباط وبصراحه انا كنت فرحت بزاف للفكره والتجربه لانه ندى هي ام تبارك الله ما شاء الله وفيتشر ماما عاود الله يفكك عليها خير هذا الخبر هذا عرفته البارح ان شاء الله بخير الخير يا ربي ندى بطبيعه الحال حنا كلنا عندنا مشكل في انه ناخذ اللغات اغلبنا خذا اللغه على المستوى ديال يعني التكوين ديالو اغلبنا عنده العربيه الفرنسيه واللغه الثانيه سواء اسبانيا او المانيا او الانجليزيه اليوم
يعني التكوين كله كاين حاولوا ان وليداتنا نديهم في هذا الاتجاه ديال انهم ياخذوا لونجلي وياخذوا الفرنسي وياخذوا العربيه بطبيعه الحال. ولكن دائما كيكون اشكال في التكوين ديال اللغه. يعني الا دينا مثلا المركز ديال المركز اللغوي غياخذ الكوميونيكاسيون غياخذ الكونجوغيزون غياخذ الغرامير، ولكن كيبقى دائما كاين واحد نوع من الصعوبه في التلقين. المدرسه كذلك كياخذ اللغه ولكن مع الوليدات. الطريقه ديالك انت نادا اللي اخترعتيها بواحد الشكل زوين من وسط الدار من وسط المحيط ديالك من وسط الهدوء ديالك الله يعطيك الصحه، خرجتي واحد التقنيه اللي زوينه بزاف واللي نبغيك انك تشرحيها للناس، لانه نموذج للنساء المغربيات اللي تبارك الله كما تنقول انايا المتيولات اللي من شي حاجه قليله كيديروا بزاف، وانت من واحد الفكره اللي في الاول بدات ببساطه ولكن طورت بواحد الشكل اللي هو زوين. الله يحفظك سكينه اللي يخطيك. هي فعلا هذه واحد الفكره اللي جاتني هذه 4 سنين بالضبط، قبل ما كنتش كنتخيل راسي غنلقى زعما غنكون في هاد لا بوزيسيون هادي حاليا. ف بحكم انني ملي كنت صغيره كنت كنمشي كنت كنسجل في كونديتي بزاف، كنت كنسجل فيهم بزاف، خلاني هادشي خلاني انني نوصل لهاد الابداع وانني نحاول نجيب شي حاجه للوليدات الصغار بواحد الطريقه اللي غادي تعجبهم. وبحكم انني قريت في جامعه الاخوين وتمت الدراسه ديالي باللغه الانجليزيه، فقلت علاش هاد الوليدات ما يستافدوش مثلا يعني من هاد اللغه هادي اللي خصها دابا اللي ولات ضروريه للجميع واللي خاص يعني الوليدات يتعلموها من صغرهم، ولكن ماشي بديك الطريقه اللي حنايا ولفناها يعني في المدارس يعني بداك الشكل اللي وصل اللي وصفتيها سكينه. كرفعت الوليدات الكبار ماشي غير حتى الكبار كنمشي معاهم بواحد الطريقه اللي كتقول لهم بواحد السهوله، فهمتي؟ ماشي بحال كتدخلي للمركز اللغوي وكيعطيوك المهم كيكونوا عندك واحد المعايير خصك تتبعيهم خصك تخرجي التمارين الى اخره، كيبقى حتى التواصل محدود زعما باش ما نكذبوش على الله. شحال من واحد كتلقاه جرب المركز اللغوي ولكن ما عطاش نتيجة يعني ضروريا، فهمتي؟ انا كنقول لونجلي هي سهل ممتنع، يعني كتخاد وكتضيع في نفس الوقت. فعلا الا خصها الممارسه خص الواحد يبقى يمارس، ما حدو كيمارس ياك ما حد اللغه كتدخل في الراس. ولكن طبيعه الحال الا جيت انا قريتها واحد 3 شهور ولا 4 شهور وصافي حبست، جات واحد الظروف اللي ما قديتش نخدمها، راه ضروري غادي تنسى لينا، فهمتي؟ يعني باش اللغه تبقى يعني تبقى مسجله في الدماغ خاص الممارسه، خاص الواحد يبقى يتكلم بها، فهمتي؟ يخدمها سواء في الدار ولا المحيط المهني ولا فهمتي ولا غير ذلك، المهم خاصها تكون حاضره. انا مثلا كنت قريت سبليونيه في الثانويه في الليسي ويعني فلحت فيها في ديك الوقت، ولكن دابا نسيت عليها. علاش؟ ما كاينش معاه من تحاور بها، فهمتي؟ يعني ضروري واحد لابراتيك، فهمتي؟ ضروري واحد لابراتيك باش كتبقى ديك اللغه كيبقى الواحد شادها. ندى انت كيفاش ديفلوبيتي الفكره؟ لانه كما قلتي انت تبارك الله خريجه ديال جامعه اللي هي كبيره، اسستي الاسره ديالك، ربما اصبحت الاولويه للاسره نوعا ما. كيفاش جات الفكره باش ديري شي حاجه اللي هي خفيفه في نفس الوقت ثقيله؟ راهي خفيفه في نفس الوقت ثقيله بصراحه، لانه انا من زرتك شفت الفضاء يعني كيفاش كتشتغلي، طريقه كيفاش كتشتغلي لي زاتولي كيفاش كتفتحيهم، فكيفاش ديفلوبات الفكره؟ شرحي لنا اكثر. الوغ هذا سؤال زوين بزاف. الفكره شنو نقول لك، جاتني في قول في الاخر ديال 2015. دابا انا قبل ملي تخرجت من الاخوين كملت حصلت على ماستر في لوين سي جي ستات، وكنت خدامه كنخدم مع الادارات مع زعما بالضبط مع الشركات اللي هي متعدده الجنسيات. ولكن المشكل انني ما كنتش كنحس براسي ايبانوي، ما كنتش كنحس داك ليبانويسمون ولا داك التحقيق الذاتي اللي كنهضروا عليه، فهمتي؟ اللي كانت كتهضر عليه دايوغ مدام مريم، كانت كتهضر عليه قالت زعما اللي مهم ان ملي كنخدموا كنداولوا واحد المهنه خصنا نداولوها بحب، وهادشي ما كتصيبوش يعني ما كتصيبوش في المجتمع ديالنا منتشر بزاف. فمن هاد المنبر جاتني هاد الفكره ديال تلقين اللغه الانجليزيه، بحيث ان واحد السيده كانت كتشتغل معايا وكانت ناقصه ليها اللغه، وعاونتها يعني بواحد الحب
ويعني كانت زعما دازت واحد الفتره زوينه بزاف من حيث ان السيده قدات يعني تسلك راسها في داك الجو، علما ان كان المدير ديالها تيتكلم غير باللغه الانجليزيه وهي كانت عندها شويه ضعيفه. فمن تماك عرفت راسي انا جو سوي فيت بوغ سو ميتي، يعني خصني صافي خصني ندير شي حاجه. فانطلقت في 2016 بديت بالتلميذ الاول بالثاني بالثالث الى غير ذلك، ومن بعد خليت الخدمه ديالي لان عرفت راسي ما مسلكنيش انني نبقى نداول واحد المهنه اللي هي ما عجبانيش. فتشجعت والحمد لله توكلت على الله، وهي باش بديت كنطورها بشويه بشويه. في التالي جاتني الفكره ديال الانجليزيه الترفيهيه. ما معنى الانجليزيه الترفيهيه؟ هي اللي كنتي شفتي عندي سكينه الى عقلتي، يعني الاطفال كي كنحاول نعلم لهم اللغه الانجليزيه بواحد الطريقه اللي فيها الرفاهيه، فيها اللعب، فيها الرحلات، فيها بزاف ديال الانشطه كالمسرح كالطبخ الى غير ذلك. ولاحظت من خلال هذه التجربه ان الاطفال ما شاء الله عليهم تيشدوا ملي كتحطهم في واحد الجو اللي هو عائلي، واحد الجو اللي فيه الترفيه، سبحان الله ما كيكونش عليهم داك الضغط ديال القرايه، داك الضغط ديال المدرسه، فبالتالي كيفلحوا وكيعطيو النتيجه. انت ندى يعني مساله كيف ما قلتي انت فرطتي في واحد الا بغينا نقولوا في واحد الخدمه اللي غتكون قاره طبيعه الحال، فيها واحد الدخل قار، واحد وانت فتي من اجل واحد الحلم. انت كتشتغلي ما بين مدينه الرباط والدار البيضاء، كما كنقولوا لاتولي يعني في يد الله، الفكره عاد كتعرف عندك ناس اللي كيجيو مثلا، الناس اللي كيثقوا فيك، عام على عام كتزاد الفكره تكبر، عام على عام الناس كتزيد تثق فيك. ولكن في بدايه المشروع وفي بدايه الفكره وفي بدايه التجربه كاين حلم، كاين حب، وكاينه واحد الحاجه اللي كتقول لقيت فيها راسي. واش ما فكرتيش بانه وبلاتي راه نقدر هذا الشيء يقدر ينجح يقدر ما ينجحش، نقدر نزيد القدام، نقدر نرجع للور؟ كيفاش كانت عندك هذه النظره هذه؟ لانه بزاف الناس كيفكروا مثلا في مشاريع وتيقول لك لا انا نحسن نكون سالاري، عندي سالير مضبوط او غادر لما ولا قليل مداوم ولا كثير مقطوع، ما تعرفش شنو ممكن يوقع. شو الشاسو كاين غادر او غادر؟ قولني ملي خديت القرار، قبل ما ناخذ القرار هي ملي جيت نتشاور مع عائلتي، فعلا كانت عندهم كان عندهم هاد يعني هاد لو بوين دو فيو ديالك تماما. ولكن انا ملي جيت كنفكر تنقول دابا انا غنضيع واحد الفرصه في حياتي، غنضيع واحد المهنه اللي كتعجبني اللي كنعشقها ديال بصح ياك، باش نبقى سالاري، علما انني بديت في 25 عام، يعني مازال الحال مازال الحمد لله فتره لي ان ديال الشباب ديالي باقي صغيره. كنقول غنجرب تجربه ما فيها باس، صدقات هي هذيك، ما صدقاتش راه الحمد لله الواحد يقدر عاوتاني يدفع الخدامي واحد اخرين، فهمتي؟ الواحد خصو يزعم في الحياه، الا ما زعمت تاكل اللحم بحال اللي كيقولوا شي حاجه. هو دابا هذا هو المشكل، شفتي المشكل عندنا؟ علاش الناس ما كتشجعش ما كتزعمش، كتقول دابا حيت كتبقى في لا زون دو كونفور، عايشه في لا زون دو كونفور ديالها، فهمتي؟ ومارك كيخلع. اما الا جيتي نهار اللي تخرج من ديك لا زون دو كونفور وتوكل على الله، بحال اللي قالت لها خديجه قبيله، قالت لك راه قبل ما كتدخل قبل ما كتسوق الرموك ضروري ما كتوكل على الله، توكل على الله وربي كيدير خير، هادشي اللي كاين الحمد لله. امين. دابا راه خدامه عن بعد مع 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 الحاله مع هاد الحاله ديال الكورونا الوبائيه، قادرة انك تادابتي مع الوليدات دابا مع البسيكولوجيا شويه بنادم بسيكيكمون شويه مقلق ستريسي، زعما تيتسون زعما اليز بهذا النظام ديال عن بعد مع الوليدات؟ والحمد لله شفتي دابا اوني اوبليجي دو سادابتي بصح زعما شوف هو لانسينيومون هو التعليم عن قرب ما عليهش تعويض، ولكن الحمد لله اون سادابت، فهمتي؟ في الحياه خصنا ضروري خصنا ندمجوا، خصنا نتاقلموا ضروري، فهمتي؟ الواحد يتاقلم مع الوضعيه، ولكن الحمد لله راه حنا ماشيين مزيان. كناخذ الفردي، تناخذ حتى زعما افواج ديال الاطفال، الحمد لله هاد الساعه ماشيين.
الله يعطيك الصحه مدي ما يتسالك. غنرجعوا نتداولوا النقاش بيناتنا وغنرجع لالا خديجه. لالا خديجه معروفه بانك صارمه في العمل ديالك دابخي داكشي اللي عاودتي لنا قبلات، صارمه جدا حتى انه الناس كيتخوفوا لانك عندك غير نيشان ما كاين هكا هكا نسبه الخطا عندك خاصها تكون معدامه. نبغي نعرفوا شويه على حياتك الشخصيه لالا خديجه، انت كيفاش كدوزي نهارك خاصه وانه حياتك فيها مده بزاف ديال الخدمه الشخصيه شويه شويه. اوكي كما تقول عبدي توقيت العمل هذه هي اوكي يوميا كنفيق مع 12 يلا طاط الحمد لله راك عرفتي الواجبات ما حتاش ندون في شهر واحد الواجبات ربي هي الاولى راك عارفه ياك ضروري ما يمكنلكش تخرجي بلا واجب ربي مستحيل 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 ومن بعد كان بدا تقريبا جوج اونس خصني نكون في الخدمه جوج اونس جوج اونس كندخل لهذا الكمبيوتر نعمر فيه المعلومات قلبي ديري بريتريم صافي كنمشي نخدم انت وزهرك يقدر نهار يكون فيه 12 ساعه 14 16 انت وزهرك انت وما جاب الله في الكمبيوتر يعني ملي كنخرج كنخرج مهلو كنساري كنمشي لداري عاوتاني كيخصك ديري الواجب الام عندي البنت عندها 15 عام ولاد الميريكان تعولي عليهم يجمعوا لك الدار تعولي عليهم يطيبون تعولي والو خصك تدخلي الدار ولا يلا سيري صبني حوايجك ونجمع الدار دغيا دغيا وديك الماكله كطيب في 10 دقائق صافي ما خصكيش تفوتي هذاك العدد ديال 15 دقيقه صافي ونحط لها تاكل وناكلو وطيري دوشي تصلي صافي وتنحي هادي هي الحياه ما عندنا ولا لا خديجه ما كتجيكش ديك اللحظه ديال خاصك البوز يعني خاصك ترتاحي تسافري مع البنيته شويه تخرجي انت وياها كيكون عندك دي اوف في الاسبوع ولا انت كتلقاي بلي حياتك هي الخدمه؟ طبعا نقول لك صراحه هاد البلاد هادي الا شي واحد توقف على العمل يموت نفساني راسماليه صراحه كيعطيونا 34 ساعه خديتها البارح واليوم عطاني وحده اخرى جزيل حس بيا لانني ضربت التمار على 21 يوم وانا كنخدم قال لي صافي خدا خذي راحه ومن بعد اللي نبداتي قلت لي واخا يلا عندك نهار ونص نهار ونص ماشي يومين فيه تقداي فيه تصبني حوايج فيه تجمعي دارك تنخرج البنت مره في الاسبوع تتاكل على بعض صافي هادي الحياة عندي واحد دار خويا بعيدة عليا ما بعيداش بالنسبة لنا حنا راه قريب عندك ساعة ديال الطريق دغيا دغيا في راس الدرب ساعة كضربي 120 كيلومتر ساعة يلا ساعة كتوصلي لعندو كنبغي نشوفهم ولكن مع الأسف ما كنشوفهمش أسبوعيا يمكن مرة في ثلاثة الأسابيع أو أربعة كنتلاقاو ساعات المكانة أو ساعتين فيها الخير والربح راه حنا زرنا بعضيات صافي هادشي كترجعي لدارك كتوجدي ماكلتك انت ما كاينش انا ما عنديش الوقت دابا باش نوقف رموك فشي قنت تمشي ناكل ما كاينش هاي نحطو فيها الماء نحطو فيها العصير نحطو فيها التفاح ساندويتش السناك ديالك هادو كتاكل ما كاينش يعني فطورك وغداك وعشاك معاك في الطريق الكرسي فوق الكرسي كتب عليك الكتاب ملي كنخرجوا الا لا غادي نعمروا من دوك المحطات البنزين الكبرى ديال الدوله ولا غادي نحطو تحت الارض هادو هما الخرجات والباقيه السوقان هادو كتاكل هادو كتشرب وهادي راسك الجناب هذا الطريق وهذا يجيك الشوت هادي هي الحياه ما عندناش حياه ويعني لا خديجه واش ما مثلا كنعرفوا بانه خاص من بعد كل ساعتين ديال السياقه خاصك ترتاحي واحد شي شويه هذا المبدا انت ما تمام هي مختلفه حيت انا كنتعتبر لوكال يعني لوكال يعني محل دخلش طريق محل احنا محليين عندنا الحق 12 ساعه تسوقي تهزي تحطي السلعه تسلي الوراق السلام عليكم 12 ساعه
احنا ما كنحتاجوش 30 دقيقه ما عندناش هادشي. شي مره تلا خديجه كتشوفي بلي كما قالت الاستاذه دوله راسماليه احنا ما عندناش الراحه يعني ما عندناش راحتك هي يدخل الشاك وتخلصي البلاد وتلقاي ما تاكلي ما تشربي وتعيشي حياتك باش كما علمونا امريكا خصك تخدم so you can have a roof over your head حيت الا ما خليتيش الروف فوق راسك يعني كي كنقولوا احنا في المغرب السقف يعني السقف فوق راسك راك غادي تمشي للشارع راه تعرف ما بغيتش للشارع ما عندناش خدمات اجتماعيه في امريكا كما الناس كتعرف ما عندناش تقدر تقول ليلى كيلوحوك في الشالطيب شاطي في واحد 300 ولا 500 البشر كيعطوك ناموسيه نعسي فيها عجبك ما عجبك اخويا خدمي على راحتك وكنخدمو كما علمونا سيادنا الاولى في المغرب خدم يا صغري الكبري في هاد البلاد يعني حنا واش ناوي اللي غيخدم علينا في الكبر راه غير التقاعد اما زعما تعتقدي واخا ما عادش شحال تدخلي في هاد البلاد كيجيب لها الله تقابي فين يعني المبدا ديال انه داكشي اللي الرزيق اللي جا راه كيمشي في المعيشه وفي الاستثمار ديالك اللي هو بنيتك تكوني في منطقه امينه خصك تخلصي بغيتي تكوني في منطقه فيها القرطاسه عند راسك راه كتخلصي الخا ولا بغيتي تكوني في منطقه امينه وكذا شي كتهدي الواجبات خصك تهدي الثمن صحيح هذه امريكا عند تصوريهم نعطيك مثال شحال كنحط انا في الكرا دابا مثلا انا كان لي جوج بيوت صغيره واحد الكوزينه ما يدخلوش ليها جوج الناس واحد صافي واحد المريح لا صالا مونجي وديك البيت الضيافي لا جا عند هادشي لا جا عند هادشي ما نظري محال هادي شي عامين ما عرفتش شي واحد دق عليا انا ما تيجي عندي ما عندناش باش نزورو بعضياتنا نكونو واضحين ما عندناش يعني الدار يعني شوفي انت المصاري يعني الدار فيها كنخلص فيها انا بشهر يعني بالمغربيه 1,600,000 ريال بالشهر 1,300 دولار هذا غير كرا ضو الماء الغاز الانترنت ما تاكلي ما تشربي يعني خصكي تخدمي باش تكوني في منطقه امنه ماشي من اجلي من اجل بنتي الله يخليها امين ما انا كل جزء لي نعيش غير في الروح ناكل ونشرب فيه ونعس فيه اللي قالوا سيادنا الولا قبحي هذا فيه ناكل فيه نشرب فيه نعس فيه ولكن انا واحد السؤال اللي بغيت نسولك الا خديجه حيت ساليتي معايا اليوم ما بقيتش عارف ندوي ما بقيتش عارف نقول حتى حاجه وخاصني نوض دابا ونبقى نصرفق في راسي واحد 4 مرات حيت شي مرات كنبدا نقول لا وكيفاش وعلاش انا بغيت غير نسول هاد الطاقة الزوينة ديالك ما شاء الله الله أكبر ولأنه كنا قبيلات كندويو في الأوف قبل ما نسجلو ما يمكنش تفوت الفرصة ما نقولش هاد الهضرة هادي أنت من الناس اللي عاونتي شحال من واحد واللي يعني بابك مفتوح واللي ما عندكش مشكل واللي اللي وقف عليك تعتقيه ما جبتي هادشي كامل خديجة بالله العلي العظيم لو كانت معنا واحد السيدة مغربية كتقول لي خديجة راك أنت إنسانة نادرة في هاد البلد انا راه انا ما عنديش قصار راه عندي غير جوج ولكن راه تجي عندي نقول لك تسمي معايا البيت راه اي واحد جا لداري او محتاج او وقف مرحبا انا ما عنديش هذا ولا كان تجي مرحبا قبلتي عليا مرحبا ما عنديش الوقت باش نخرجك ونساليك وندور نعطيك الساروت نعطيك الطونوبيل نعطيك كلشي المهم عيش حياتك خليني نمشي نخدم كما قالت الاستاذه دوله راس مال هاد البلاد معنا ناس ياكشي يا كان عندي 53 سنه تبارك الله راه معنا الناس عندهم 72 و77 عام ما قدوش يولي توقفوا على السوقان ويهزوا ليسانس واحد ماذا يومنا يا باقي خدامين معنا يا خدامين معنا في هاد الشركه ولكن عايشين في نيوجيرسي حيت انا تابع شركه ايطاليه في نيوجيرسي المدير ديالي ايطالي هاد البلاد كيما نقول ونقولها ونعاودها
الحاجه الوحيده اللي تهربنا من هنا هي المغرب. نقدر نكون مشي المغرب ناكل ونشرب الله. هاد البلاد من حدك عايشه فيها تبقاي تخدمي 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 حتى تكون غادي، واخا ديري 70 عام ما تقديش توقفي على العمل. هادي امريكا. ولكن كاين سن التقاعد لالا خديجه انت قلتي هذه هي الشغله الوحيده في امريكا ما فيهاش تقاعد، يعني تبقاي خدامه حتى تحبسي انت. حالنا فحالنا المحامون حنا هذه التقاعد هذا محاميه ماشي حيت غادي تقفل 60 عام صافي، ما راه 60 عام باقي فيها المرافعات، غادي تبقى ترافع حتى تهي تيسقط القلب. ما عندهاش ما عند نفس الحرفة. هذه هي نعطيك مثال، واحد صديق أمريكي عيط لي يومين قال لي خديجة راني الله عرفتي شحال عنده 69 عام 69 سنة قال لي خديجة راه اتصلت بيك باش نقول لك راه خديت البيرمي وخديت الحازمة حيت أنا عندي الحازمة. قال لي وشنو زعما نجي نتعلم عندك؟ قلت له خويا عطيني ابتسام. الراجل داخل على 70 ماش فيه ما نعلم. ونزيدك يعني في هاد البلاد اسكي تحضري راسك في الاكل شنو كتاكلي شنو اسكي تحافظي على صحتك اسكي تكوني دائما نشيطه وقويه ومستعده. الله يجعلك تنسي ثلاثه السوايع الا تكمل 10 السوايع ديالك يقول لك الباترون جي تكوني جاهزه. هاد البلاد ما بغات النعاس ما بغات الكسول ما بغات والو. عندك هذا مرحبا، ما عندكش عارف. كلام زوين بزاف الصراحه، ولانه الوقت كيمشي انا ما عرفتش هذه الحلقه كيفاش يمكن تكون فيها ساعه، لانه معايا ضيفه الصراحه اللي نمدي جدا جدا ان شاء الله. انا اصر مره اخرى ان شاء الله ان فدخلي المغرب على خديجه مرحبا بك، انا نضيفك عندي لانه غيكون شرف كبير ليا اني نجلس معاك انت باش كذا غتجي عندي تجي عندي للدار مرحبا بك غنكون فرحانه بزاف. تابعه تاع عندها تاع عندي مرحبا بها وان شاء الله نسافروا اونصوبل ونديروا بروغرامات اونصوبل، لان كي امراه اللي وزنها ذهب واللي ما يعطيش يسال من الجلسه ديالك. الله يحفظك. نقول لك واحد الحاجه، الفضل وراس المال الحمد لله يعني بعد فضل الله انا نقول لك كيرجع دابا بالله يرحمه كان شخصيه قويه وانا بالله يرحمه عمره ما صاك بخير ما كيعرفش يصوب. أمي الله يرحمها عمرها ما صاكت يعني لعلمك، ولكن كان كيقول خوتي علمو خوتك علمو هتصوب يعني عمرو كان بنت الفكرة. أمي الله يرحمها عاشت معايا 11 عام في أمريكا، يا الله وشافني كنصوب الطوبيسات عجبها الحال وما عرفتش تعطي الله يرحمها وسهلا. ولكن من بعد ما توفات الوالدة عاد بديت ولكن الحمد لله خوتي راهم في المغرب. المهم حنا كيهمنا اننا كنشرفوا، انا راه ما نكذبش عليك تلاقيت مع فرنسيين وقوي يطيحوا، تلاقيت مع العرب وقوي يطيحوا من قيمه المراه المغربيه. قلت لهم خيره فيكم عندكم في الشرق الاوسط جيت لا اذا ما عندكمش صوت، اذا المراه المغربيه سبقتكم. الله يحفظك ويعطيك صحتك ونموذج مشرف. انا بصراحه كنفتخر بحضورك معايا في هذا اللقاء هذا، واللي انا بالنسبه لي هذا لقاء انا شخصيا بالنسبه لي لقاء كيرسم ملامح التجربه ديالي وكيرسم واحد التاريخ بسيط اللي يمكن انا يكون نكون واحد بصمه قليله في اليوم. انا كنعتبره هذا لقاء تاريخي بالنسبه لي وبالنسبه للمسار ديالي، لانك اليوم عطيتيني ثلاثه الحويجات اللي عاودتي فيهم التربيه ديال النفسيه ديالي. اول حاجه بانه المرأة الحرة عمرها ما كتنزل يديها للأرض. ثاني حاجة بالإنسان اللي مصر على شي حاجة كيوصل لها كان طال زمان ولا قصار. ثالث حاجة أنه الإنسان دائما يكون يقينه كبير في الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله وينوض يكون منقوض، يعني ما يكونش راخي يديه ويقول لا حق أنا ما عطاتنيش الوقت، خاصك تضرب تمر إلا بغيتي توصل. فبرافو عليك الله يعطيك الصحة. أنا غادي نرجع ليك على خديجة غادي نرجع ليك لأنه مابقاش معنا الوقت بزاف. نرجع الله يحفظك الله يحفظك. غادي نرجع عندك لالا مريم. لالا مريم ربما يعني انت من خلال التجربه ديالك ايضا كاين واحد الجانب من حياتك الشخصيه
بطبيعة الحال عندك أمور متطلبات كيف ما قلتي، عندك بنيتة، عندك مسؤولية، عندك دار، عندك يعني المسؤولية الشخصية، فكيفاش كتقدري تواكبي؟ خاصة وأنه بزاف المرات كتضطري تنقلي ما بين المدن، كيكون عندك جلسات في أوقات لي معينة، موعد مع ناس، شخصيات كتختلف، عقليات كتختلف، كل واحد كيفاش كيشوف وجهة نظر ديالو. إلى جانب هادشي كاينه حياة خاصة اللي كيخص يكون واحد التوازن ما بينه وما بين الحياة المهنية. إذا من حيث نسيت واحد النقطة، أنت من الناس اللي كتمشي بزاف المؤتمرات والتظاهرات وندوات إلى غير ذلك، يعني صعيب. كنحاول نوازن. لا ما عندكش كدير. أولا كما قلتي كتجيغي علاقتك بالزبناء أو الموكلين، وعلاقتك بالزملاء، وعلاقتك بالقضاء وبالفاعلين في منظومة ديال العدالة، وميم طون كخصك تبقاي ديك الأم، ديك السيده اللي كتدخل لدارها خاصها تشوف دارها شنو خاصها، ديك لو بتي سوان لاي حاجه، اهتمامك بنفسك واهتمامك بدارك وباسرتك، بالاضافه اهتمامك عاوتاني بمكتبك وبالناس اللي خدامين عندك في المكتب، وانت هما خصك تجيغي النفسيه ديالهم والظروف وكيفاش توزعي العمل الى غير ذلك. على العموم انا شي كله ولا كيبان لي لا شيء قدام السيده اللي كتهدت لاله خديجه. انا كتقولي على المزايا وانا غنزيد واحد الحاجه. اليوم تعلمت منها واحد الدرس، انا تعلمت منك، انا كنقولها لالا خديجه تعلمت منك واحد الدرس، هو انه الاصرار كيجلي التعب، الاصرار يتعب التعب بهذه الطريقه، التعب يصبح جبان امام الاصرار. لانه احنا انا كنجي كنقول وانا عيانه خصني نعس، انا كنقول السيده كتخدم 14 16 ساعه حفزتيني ما بقيتش غادي نحبس زعما. كنقول زعما انسان ياكل في الطريق ويشرب في الطريق، راه حنا كنخرجوا كامل من الجلسه ونقدر نمشي لان ريستوران ونجلس نقلب على ونبدل في الوريقات ديال المنيو ونتفشش وتنقولي كنعيا. لا حنا عاوتاني عندنا التفكير، حنا عندنا اخيب حاجه عندنا حنا المحامون، عندنا التفكير ديالنا في القضايا ديال الناس كيمشي ناس معانا. احيانا كضربني الفقه مع جوج د الليل كنقول ياك ما فوت الاجل ديال الطعن بالاستئناف، ياك ما وضعتش هاد الطلب داخل الوقت ديالو، ما جابليش المفوض القضائي واحد المآل ديال او واحد محضر ديال كذا. دونك عاد القضايا اللي هي مؤلمه مؤثره في النفسيه، يعني وانا كنوب على الضحايا بشكل كبير، ملي كتجي واحد السيده كتحكي لك على واحد الاغتصاب جماعي ولا على واحد العنف معين، هذاك الشيء كيبقى خدام واخا انتيا كتحاولي ترتاحي، مي هو خدام فيك. ولكن على العموم اصرارك على العمل زعما كنقول لك انت عييتي العيا، انت اتعبتي التعب ما بقاش يقدر يوقف قبالتك، اتعبتيه لانه واخا يبغي يوقف قبالتك هو اصلا صافي ما عندوش منفذ. وهذا امر مهم جدا، وغادي وحتى الاستاذه ندى، ياك ندى انت اللي كتحطي قبيله، عجبني فيك واحد. اولا انا عرفت شنو هي الاخوين، وعرفت شنو هي ميلتي ناسيونال. ميلتي ناسيونال توصلك حتى 50000 درهم بار موا، توصلك حتى 60000 درهم الا كان عندك فيها طموح، ولكن دائما انت في واحد لابواط، انت في واحد ما عندكش ديك الحريه اللي انت كتبحتي عليها، مقيده، وما عندكش داك الحب اللي كتبحتي عليه. وهذا الشيء اللي كتقولي، انا نقول لك راه ماشي اللغه الانجليزيه، انت متطوره في البيداغوجيه، انت تقدري بزاف اللغات، تقدري ديري بزاف د الحوايج، حيت هذه البيداغوجيه، هذه المنهجيه، وهذه المنهجيه هي اللي شرتي لها مريم. بالنسبه لندى، داك التفكير التعليبي ما كتقبلوش، يعني انني نكون معلبه في واحد البلاصه، في واحد العلبه، في واحد المساحه اللي هي ضيقه، ما كتقدرش. كاينين ناس اللي ربما انا شخصيا من الناس اللي ما نقدرش نخدم 8 12 ساعه، خاص الوراق، خاص واحد المجال مثلا اللي ربما فيه واحد المساحه معينه. انا نخدم يعني فوقاش ما بغيت الليل النهار، ما بحالي حتى الصحفي هكذا دابا، حتى الصحفي انت فتي الحدود، لانه شي مرات نقدر نتواصل مع مريم نهار الحد وتقول لي لا انا راه يلاه داخله البيرو مع ثلاثه، عندي شي ملفات خصني نخدم بالحد، نقدر نخدم حتى ثاني على حسب الوقت، على حسب الظروف، صافي غير عندك انت القناه القضيه عندي شي قضيه عاجباني وباغا نتاثر فيها، نقدر فهمتي ما نحسش بالتعب. ولكن ملي كندير هذا لو ريتم راه كيوصل واحد الوقيته كنعيا،
انا علاش قلت لك خديجه تعلمت منها اليوم تبارك الله عليها، الله يحفظك والله يخليك لبنيتك، انسانه قويه. شوفي انت انسانه قويه وخصك تفتخري بهذه القوه ديالك، وما يجيش شي حد مازال نسمعوا يقول امراه ب 100 رجل. لا امراه ديك 100 رجل ما غايديروش امراه، انا امراه وبس. ما تقوليش 100 رجل، حيت كاين 100 رجل جالس القهوه ما تيدير والو، كل ما يسواوش امراه بحالك. دونك هذيك امراه ب 100 رجل بحال زعما الرجوله هي العنوان ديال العمل. النساء اليوم تيشتغلوا داخل البيت وخارج البيت، النساء في القرى كتنوض مع الخمسة الصباح كتحلب البقر وكتوكل الدجاج وكترجع طيب الفطور وتمشي تعاود ترعى وترجع عاوتاني تجني ولا دير شي حاجه في الارض. النهار كله هي كتشتغل ويجي يقول لها امراه ب 100 رجل، الراجل جلس مع صحابو ضرب السبسي. لا، راجل راجل الا كان ناجح غنحييوه، ومرأة مرأة إذا كانت ناجحة غنحيوها. لا هذا معيار نجاح هذا ولا الآخر معيار، لكن كينجح بطريقته وبمجهود الذي يحترم عليه. أما الذكورة ليست عنوان الرجولة، اللي هو ذكر راه كيبقى ذكر، ما يقولوش لي أنا فهمتي مرأة بمئة رجل كنسمعها بزاف كتكرر، هذه مرأة وقادة. ما هي لا مئة رجل ولا ألف رجل، هي مرأة وقادة. يمكن يجيبوا ألف رجل وما يسوى والو قدامها، يمكن يجيبوا النساء اللي هما كيشتغلوا وما يوقفوش قدامها. غير هو كما قلت لك هذا الشيء كيتطلب بطبيعه الحال الحب والاصرار، وحتى ندى عندها هذيك كتوظف الطاقه الفكريه ديالها. حتى هذا راه مجهود، لان حنا في خدمتنا عندنا جوج، عندنا الاتعاب كتحرك يعني على مستوى المدن، تمشي المحكمه كتخرج المحكمه تمشي محكمه اخرى ترجع تستقبل الزبناء ديالك، تمشي تنتقل لمدينه اخرى باش دير انشطه حقوقيه الى غير ذلك. وعندنا حتى المجهود الفكري اللي هو كيفاش تحل واحد القضيه واحد مريم، لانه اليوم حكيت مثلا بالمراه المغربيه. انا غادي نجر منك شي حويجات كوميم، انت من الناس اللي كيشتغلوا معك ناس اخرين في المكتب، ولكن تصرين على ان المذكرات ديالك انت اللي تكتبيهم بيديك، يعني ما كتوكليش المهمه لشخص اخر. هذا الاصرار هذا وفي بعض الاحيان يعني مساله كتكون متعبه، لانه يعني كنعرفوا بانه استاذ المحامون كيقدر يكونوا مع محامون اخرون في المكتب مثلا، كيكون واحد النوع ديال تقسيم المهام، كل واحد تيدير واحد المهمه معينه. يعني انت تصرين على ان ملفات كلهم يبقاو بين يديك، واش هذا نوع من الكونترول زعما، ولا انت هكا ما يمكنش واخا تبقى خدامه الليل كامل؟ شوفي الا جبت مساعده في البيت ديالي باش دير الاشغال المنزليه خاصني نعاود، زعما كل واحد ونفسه كنتذكر كنعاودها بلا ما نشعر هكذا. ما عرفتش علاش، يمكن راه عندي فوا بعض المرات كنقول راه ما خصنيش نكون كنبالغ، لانه بعض المرات كنرهق نفسي. كيجي واحد الوقت ربما تكون عندي خدمه كثيره وما فيها باس، اللي هي المسائل اللي هي عاديه يساعدوك فيها الناس، ما فيها باس الا جات عندك واحد المساعده للبيت ودارت واحد الشغل اللي غتعاوديه. ولكن انا كنقول واقيلا فهمتي هذه بحال فهمتي، انت كتعرفيني صديقه ديالي، هذا النفس بنادم كل واحد ونفسه. انا كنصر على انه ندير مسائل بيدي، واو ميم طون كنصر على انه يكون العمل ديالي محدود باش نقدر نتمكن منه، لانه ولا كثرت عليا غنقدر واحد الوقت كان كثر عليا اعمال انشطه اجتماعيه حقوقيه فهمتي الاعلام الى غير ذلك، تلقى نفسي كانت ايبيزا وكنعاود نراجع نفسي كنقول لا خصني ندير واحد الحاجه قليله باش نقدر نتقنها بشكل احسن. زعما في النهايه ملي كتشوف نساء، شوفي انا كنشوف دابا قبلتي ثلاثه ديال الصور بما فيهم انت لاله سكينه، ملي كتشوف نساء انت تبارك الله باقا صغيره وندى صغيره 25 سنه وعندها هذا الفكر، هذا انا زعما معجبه بك، لانه ما كرهش بنتي تكون في حالك، لانه من دابا كتفكري في غادي او غادير. دابا كرهت 29، دابا راه شرفت شويه عندي 29. انا عندي 42 سنه في عمري، ملي كتلقى شي وحده فلاج يعني النساء اللي كلهم كيقولوا العمر ديالهم شحال. لا انا من سنة 78 ملي كتدخ لا انا شوف برافو عليكم. لا حيت انا امراه ما كنبحثش على كيفاش نصغر راسي ولا نقلب على شكون غنعجبو او لا يضايقني هذا الشيء اللي ما كنصبغوش. انا امراه انيقه وكيعجبني الاناقه وكيعجبني اللباس، ولكن ما عنديش الخصام مع الزمن، انا متصالحه مع الزمن. كل مرحله وحلاوتها. انا فرحانه بالسنين اللي عطاني الله وهدالي 42 سنه في 4 11
وكل عام كنحتفل بالعيد ميلاد ديالي وكنكتب العيد ميلاد ديالي كله في الفيسبوك، لانه هذا رصيدي من الحياه اللي خصني نتسخر به. انا كونتر المراه اللي لان علاش المراه اللي كتخبي لاج ديالها كتدخل في ديك العقليه الذكوريه ديال ان المراه تسويق، يعني بحال المراه واحد السلعه الا قدامت اولا بحال ديك بحال الغلاج اللي كنا كنديروا للمراه محدها بنت وبقى عذراء راها ساويه الثمن، ولا تستعملات بحال واحد السلعه حيت لا لومبالاج. دونك هذاك التسليع ديال المراه، داك التبضيع ديال النساء، ديال اللي خصني نسوق راسي ديك المراه الجميله، ما يمكنش. هي كل وحده فرحانه براسها، راه المراه كيبقى فيها الجمال حتى 80 سنه، كيبقى فيها الجمال حتى 100 سنه. لا هي كتحب راسها، اكيد غيحبوها الناس اللي محيطين بها، لانها كتعطيهم الحب، دونك غيرجع ليها الحب. هاد المسائل هادي نقاش اخر. انا اللي بغيت نقول للشابه ندى الام، انه اصرارك على انك تكوني متحرره، اصرارك على انك تغامري، اصرارك تخرجي من لا زون دو كونفور، هادي مساله ايجابيه توعي بها في هاد لاج، مساله ايجابيه توعي بها في العشرينات، غادي يكون عندها واحد التاثير مستقبلا. وما تقوليش يقولوا لك الناس يمكن ولا يمكن، حتى بلون بي ما ديريش بلون بي نمشي نرجع لون بواط نخدم، بلون بي نبدل الطريقه ولكن بقيت متمسكه بمشروعك. وخذي النموذج ديال خديجه اللي تبارك الله هي البنت ديالها عزبه، وهي في دوله راسماليه متوحشه، وكتفرض وجودها في واحد المهنه اللي هي صعبه ومهنه المخاطر، وهي الحمد لله مستمره وقادره تهز راسها وراس المغربيات كاملين، انه المغربيه منين كتحدى الزمن هذا هو الدليل والعنوان ديال الشرف وديال العزه وديال الكرامه، هذه الكرامه الحقيقيه ديال المغربيات، ماشي هو انا نفشل ونقلب على شكون يعيلني ومنهار ترشق ليه ولا نهار ما يبقاش باغيني واللي كيعنفني ويخرجني بالباب. انا اتاسف ولكن الكثير من النساء هن ضحايا ديال الاباء وديال العائلات وديال المجتمع اللي كيربيهم انهم يكونوا عيالات ماشي نساء، يعني ثمن يعولها ثمن يعولها. غادي نمشي عندك ندى لانه مابقاش معنا الوقت بزاف وانا باقا باغا نتكلم معكم. ندى من خلال التجربه ديالك، يعني انت كيف ما قلتي غامرتي الحمد لله تبارك الله عليك، دابا راكي غاده على مسارك، حس المغامره لانه كاين واحد لو كونتاكت مع عائلات كيجيو يحطوا عندك وليدات وهم كاينه يعني في غير كورونا، يعني كتشتغلي بشكل اللي هو مباشر مع الوليدات، كيكون واحد التواصل مباشر مع الناس، كاينه مخاطر، كاينه اكراهات، كاينين كاركترات، كاين كل واحد. وانا تنعرفك بانك انت واحد يعني واحد الفتاه اللي من الناس، انا قلت فتاه علاش حيت وجهك تيغلبك وديما عندك ابتسامه وحشوميه صعيب باش تكوني يعني حاده مع الناس الا تجاوز الحدود ديالهم، فكيفاش كتعاملي في الطرفيه هذه؟ ورا ما كاينش سر، كاين واحد الكلمه واحده اللي غادي تلخص التعامل مع الناس، هي الدبلوماسيه. الناس كنحاول نتعامل معهم بالسياسه بالدبلوماسيه، حيت فعلا راه تتعاملي مع بزاف ديال زعما الناس جايين من بيئات مختلفه، كل وكيفاش يفكر، وخصك تمشي على قانت كل واحد، يعني تتسايسي مع كل واحد وتتبقاي في الاطار ديال الاداب وفهمتي ويعني كتبقاي واضحه مع الناس. هادشي اللي كاين الوضوح مهم، غير هو ضروري من الدبلوماسيه في التعامل. هادشي اللي هادشي ما كيأثرش على حياتك الخاصه، يعني تعاملك مع البنيته ديالك تبارك الله ما شاء الله الله يفكك على خير، دابا جايه ان شاء الله مولوده اولا مولوده اخرى، يعني ضغط الحياه الاسره الى غير ذلك، كيفاش كتقدري توازني؟ واش هادشي ما كيخلقش لك مثلا اشكالات؟ وفي الاول فعلا في الاول ملي تكوني عاد باديه ياك عاد تكتشفي هذا المحيط، عاد تولي تعلمي من الاخطاء ديالك، ولكن الحمد لله دابا وليت كندير واحد التوازن، يعني وقت الدار وقت الخدمه خدمه، ما بقيتش نخلطهم نهائيا بجوج. عارفه هذا الوقت غادي نخصو لعائلتي، غنخصو لبنتي، راه حتى هي عندها حاجيات شخصيه، عندها محتاجه لامها محتاجه لباها، راجلي حتى هو الزوج ديالي عنده الوقت اللي محتاج ليا، يعني ضروري خاص واحد التوازن. والحمد لله هادشي قديت نوصل له، ولكن الواحد ما تيوصلوش من الدقه الاولى، يعني راه تتمشي درجه بدرجه وتتعلمي من الاخطاء ديالك. اكيد يعني كتوازني وكتعلمي من هاد النوبه طحتي وهاد النوبه غلطتي وهاد النوبه صححتي، وهي غاده ضروري وهاد الحياه وهاد الحياه فعلا. ولكن
وبحال اللي قالت لا مريم، راه فعلا الواحد ملي تيكون عنده هدف بصح خصو يتمسك، خصو يتمسك على داك الهدف ويقول راه غنوصل ليه، ماشي يقول زعما ما يقولش زعما يكون زعما يدير ان بلان بي فراسو. خصك الا كنتي مقتنع بالحاجه صافي تتوكل على الله، تتكون مقتنع كل اقتناع. وانا متفقه معها 100%، لان الحمد لله التجربه بينات لي بان ملي كتكون مقتنع بشي حاجه تديرها والحمد لله تتعرف كديرها باكمل وجه باكمل وجه راه تتوصل، تتوصل زعما طوطا فهمتي. شوف ملي كتوصل ما كتعنيش غير فلوس، تقدري ما ديريش فيها فلوس بزاف، ولكن كتوصلي مع ذاتك، كتوصلي مع ذاتك، كتكوني كتحترمي نفسك، كتكوني مصالحه مع نفسك، وهذا هو اهم شيء. راه كاينين الناس داروا فلوس ولكن ما مرتاحينش، ماشي هذيك هي الطريق ديالهم. تماما، وما بقاش في الفلوس فعلا، والله العظيم راه عندها الحق. وانا زعما الحمد لله هذه المهنه تنديرها بكل حب. نعطيكم مثال، قلت لي تنحب هذه المهنه، خرجت كتيبات، هذه الكتيبات باللغه الانجليزيه، ما دوما مازال ما كيتباعوش في السوق، ولكن الحمد لله درتهم لراسي نفسي ماشي للناس فهمتي، لان شي حاجه اللي تنعشقها. انتي استمتعتي في الانتاج ديالهم، يعني كيخصوك انتيا، ما كتطمحيش انك تربحي منهم مادي، عندك ربح معنوي. لا هي نهائيا، باقي كاع ما باقي ما وصلوش كاع للسوق هذا الكسوق. قراو البيداغوجيه ما يقدوش يديروا هذه الخدمه اللي كدير، قراو متخصصين ما كيديروش هذه الخدمه. كيمشي مدرسه حره كيشد سالير وكيبدا مدير بيداغوجي. يعني انتي ندى، الى تعرض عليك على انك تشتغلي في مدارس معينه تقبلي او ترفضي؟ دابا انا عندي مشكل مع لي زوغير، ما تنبغيش داك الاطار ديال 8 12 2 6، ما تنقدرش انا، انا تنبغي نكون حره. عرف فهمتني لا مريم؟ فهمت المقصود ديالي 100%. تنبغي نكون ماتر دو موا ميم فهمتي، انا نتحكم في لي بلانينغ ديالي، نتحكم في لو كونتينو فهمتي، لان غنقدر نكون خدامه في واحد الاطار مدرسي، ولكن جو دو اكزيكوتي، غنكون ان طاك اكزيكوتور، وانا غير تحطني في ستاتيو ديكزيكوتور ما نبقاش نعطي. انا تنبغي الابداع، انا قلت لك ملي كنت صغيره هي مبادره ملي جبت دوك حريه المبادره، راه كاينه في الدستور بعدا، راه حق دستوري حريه المبادره. كاينه ولا ما صافي، خصنا ندوزو دستوري تمسكي به، خصنا نتمسكي به، هادشي اللي كاين. تفضلي غتمشي دابا للمدرسه غيعطيك فهمتي، غيعطيك ديجا غيعطيك الطريقه باش تدريش فهمتي، ويعطيك الطريقه وكلشي، يعني ما كتبقاش انت، ما تتبقايش انت، ما تتبقاش ديك الشخصيه ديالك، داك الانا ديالك اللي كي فهمتي، اللي كيعطي، اللي تي كي برون لو دوسو بحال اللي تنقولوا فهمتي. نعم، وهاد يعني الحمد لله في هاد النشاط اللي تنداول لي الحمد لله زعما اللي باش عجبني انني جو سوي سبونطاني، كاينه واحد التلقائيه، وهذيك التلقائيه راه مهمه جدا، لان هي اللي كتخلق كتنشا ديك العلاقه بينك وبين الاطفال، بينك وبين الناس الكبار اللي كيتعلموا، وهذه راه ما عندها حتى شي ثمن. طبيعه الحال، طبيعه الحال. وبصراحه انا ما سخيتش بهذه الدردشه الزوينه معكم، وكريم غتسمح لينا فتنا الوقت ومازال غنزيدو نفوتوه شي شويه. بصراحه انا ما سخيتش بهذه الجلسه معكم، وما كرهتش نديروا لها جزء ثاني، ولكن للاسف الوقت كيمر بسرعه. غير هاد الكلمات اللي خدينا منكم، والطاقه الزوينه اللي خدينا، والتجربه الغنيه اللي خدينا، كنظن بانها خصها تكون حافز لعدد كبير ديال الناس اللي قابطين يديهم وتيقول لك لا انا ما لقيتش حل، ولا انا ما لقيتش شنو ندير، وانا ما عندي ما ندير، وانا مستسلم، وانا غلبتني الوقت، وانا غلبني الراجل، وانا غلبني الزمان، وانا اليوم ربما خصو ياخذ الدرس ديال حياته بعجاله. غادي نمشي مباشره عند الله خديجه. الله خديجه، رسالتك للنساء المغربيات خاصه وللعموم ديال الناس عامه، شنو تقولي لنا؟ الكفاح، هذه الحياه بغات الكفاح. ما انا بعدا ما كنامنش بالاستثناء، ما كنامنش صراحه، انا واخا نعرف راسي بالنعناع وما بقاش كاز، المهم شي حاجه الانسان يخدم. انا ما كنحملش المراه تقول لي حقا راش لي وجي تخدمي على روحك، واخا ديري غير طاس في الدار وبيعي الصور. هادشي انا غادي نقول المراه المغربيه. انا صراحه حاجه وحيده اللي ما تعجبنيش، علاش المراه المغربيه ما تثقفش نفسها اكثر؟
عندنا محاربة الأمنية قراي. أنا بعد ما تنحمش البنات الكل كلها أنا خديت الباكور درسنا الجامعة دكتورة نانستا قايت قراي. المرأة بعد لما قاريش راه ما عندها حنا ما عمري قريت الإنجليزية في المغرب. جيت لأمريكا وتعلمتها بزمن بلا 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 شخص ديالكم عرفتي كلشي كيطلع لي الراس. نعم كل المرأة المغربية ثقافة راه مهمة. الشباب المغربي اللي طالع ثقافة راه مهمة عباد الله. قراو على روحكم. عندك شي واحد يقول لك واناش قضيت بها نعمل لا ليسونس ما عنديش خدمة وغير وصل بعد لا ليسونس ويحاول وسير خدم أي خدمة ماشي مشكل. غير قرا ولكن راه ضروري الخدمة. الشعب الغير مثقف راه مشكلة. الشعب غير مثقف راه مشكلة خطيرة خطيرة ماشي على اليوم خطيرة نيكست 20 سنة و 30 سنة باش تغازو. الشعب غير ما نكتبش عليك. انا الامريكان كنتلاقى بهم تقول لهم سير تقراو واش تهضروا تكثروا انا بعدا ما كنحش. وبنتي انا بنتي قلت لها والله ما قريتي حتى تهزي طراك سير تقراي على روحك. انا بعدا كنامن بالتعليم. التعليم هو اساس المستقبل. المراه المغربيه خرجي تقراي على روحك واللي ما قريتش مشي تعلم شريكه. الله يعطيك الصحه. اذا الرساله ديال خديجه باينه الكفاح الواحد يخدم على راسو ويتقف راسو. تقف راسو الله يعطيك الصحه جميل. الله يعطيك الصحه يا ولو الشعب الغير متقف راه مشكله. راه مشكله هيا السيده هيا السيده وجدات كتوبه من طاقتها ومن افكار وغادي توجههم لا جينيراسيون اللي جايه نيكست 20 ييرز لا جينيراسيون اللي طالعه 30 عام هيا وجدات لهم بعدا شي حاجه. هذا راه في حد ذاته غير الا ما رديتيش البال. هيا السيده راه لا بيغاتولوجي ديالها الكتوبه ديالها تعليم لان شافت كاين خلل في التعليم. كل ما شافت الخلل في التعليم ما تخرجش بهذا الطاقه بهذا الكتب وبهذا الانجيل لان هذا راه كتحضر واحد لا جينيراسيون. حنا صافي حنا سالينا كنهضر على راسنا لا باقي الخير والبركه هذا تبارك الله. كتوجد لا جينيراسيون ديال وليداتكم نيكست ييرز عافين وصلت هنا فين غادي نبداو نقراو الاسم ديالها من دابا 30 عام الى حيضا حيضا بحال كما كنذكروا حركات الى تعقلوا على اقرا زمان يعني هذوك هما الكتبه فعلا اللي تعلمنا فيهم الالف والباء وتعلمنا وتعلمنا هادشي اللي جاي الله اعلم 20 عام ما عندي فكره. والسيده راه جايه بواحد ان شاء الله راه جايه بواحد انا راه كنشوف عندي واحد المنظور السيده راه جايه بواحد الطريقه رائعه راه كتوجد صحيح لا جينيراسيون اللي جايه ان شاء الله. الله يعطيك الصحه لا خديجه والله ما سخيت بكم ولكن الوقت كيمر بسرعه. الله يعطيكم الصحه. مريم ختاما شنو هي رسالتك في اليوم الوطني للمراه او احتفال المراه؟ كنأكد ما قالته لالا خديجه هو بصح ثقافه وبركه علينا من ديك الهضره ديال نقدر ندير ديبلوم ما غينفعنيش اولا انا كنقرا مثلا غير فليتا والديا ما عندهمش امكانيات ما كاينلاش ندير هاد الديبلوم. خذ الديبلوم ديالك قرا ولا وديك الساعه شي تخدم نجار وانت قاري غتنجح حتى نجار حيت غتكون مبدع وحيت تقدر دير مقاوله وعندك القدره دير مقاوله وتاسسها وتفكر ليها في افاق ودير ميكانيسيان وتقدر دير مركز كبير ديال الفحص التقني ولا ديال اصلاح السيارات على مستوى عالي وفي اطار شركه وما نبقاوش ديك المهن البائسه نخرجوا ولي عندنا مجتمع فيه شركات فيه اطر فيه ناس كدير الحراك ولكن بمستوى عالي من التفكير وبواحد الحب. انا ماشي عيب ان انسان يكون متخرج مثلا من كليه معينه ويمشي يدير واحد المهنه حرفه معينه لا راه هذيك هو راه تقدر تكون ساروت ديال النجاح تقدر داك الدبلوم هو اللي يخليه ينجح في الحرفه. تقدر تكون انسانه كدير خياطه ولكن حنت مثقفه غادي يكون عندها واحد مستوى من التواصل عالي مع الزبناء ديالها غيكون عندها واحد مستوى من الابداع راقي غتكون عندها قدره انها دير ديفيلي مثلا خارج المغرب وداخل المغرب انها تنخرط على التصوير تقدر دير اتوليه ديالها مثلا دونك القرايه مهمه اذا كنا بغينا نشوفوا مجتمع في المستوى والنساء بركه ما يحسب لكم الزواج خدمه. الزواج ماشي خدمه الزواج مهم في الحياه وهو جزء من الحياه ماشي انجاز
ولكن ماشي كلها، ماشي الحياة كلها، هو جزء من الحياة. كما الوليدات يقدر يعطيهم لك الله ما يعطيهم لكش، كما الراجل أو الزواج يقدر يكون عندك ما يكونش، ولكن أنت هي الكل، أنت ماشي جزء من حياتك. دونك يكون تركيزك على نفسك، والمسائل الأخرى كلها لكتبها الله مرحبا، ما كتبهاش الله، أنت موجودة، ماشي وجودك هو عقد الزواج أو النسب أو بنت منتينا أو من إينا قبيلة جيتي أو لا شحال عندك في الكونت. أنت هي شنو كتعطي الوطن ديالك. نسبة الوطنية خاصة تكون عندنا مرتفعة، ونكونوا كنهتموا بذواتنا، لأن من ذواتنا تيجي المحيط، وكنأثروا في المحيط، ونقدروا نأثروا بطاقة إيجابية في الناس كاملين بما فيهم الأبناء والزوج إلى غير ذلك. دونك المرأة خاصة تكون حاملة لطاقة إيجابية، تكون محبة لنفسها، وتكون هكذا مكافحة. حلا لا خديجة، تكون مكافحة، ما كاينش الهزام. إلا بغينا نهضروا على الشرف، راه هو الشرف. ولا بقيت كتهضر على التسويق، وحده كتسوق راسها بورقة، وحده كتسوق راسها بالفلوس، ما كاينش فرق للأسف. ندى، ختاما رسالتك في اليوم الوطني للمرأة، شنو ممكن لك تقولي لنا؟ وانا بدا اولا تنلتحق بالراي ديال بالرسالات ديال الزميلات الجاولين اللي زعما تبارك الله تبارك الله قالوا ازونطوجي، قالوا اللي كاين. المراه خصها تكون ضروري تكون متقفه ياك، وتكون وتوصل داك الاستقلال الذاتي، ضروري من الاستقلال الذاتي، يعني راه تكون عواله على راسها، ما تعول على حتى شي حد. هذا شيء مهم في هذا الزمان ديالنا، شي حاجه اللي ضروريه، فهمتي؟ أنا نعول على لا راسي، ما نعول على حد. هذه الثانية. والثالثة اللي هي مهمة، هي أن المرأة خصها تشبت بالطموحات ديالها والأحلام ديالها، باش قدر توصل لواحد الأهداف في الحياة. شفتي؟ إلا ما كانش الطموح، راه ما كاين والو. وإلا كان الطموح، ما نخليهش يهرب، نشدو باش ما كان. وهذا الشيء اللي كاين أمبيسيون نو في فيفر. باوي وهي بطبيعة الحال الإنسان خاصو يؤمن بأنه عمره ما يكون رقم عادي في المعادلة. ما دمت في الحياة خاصني نخلي بصمة اللي تبصم في التاريخ، لأنه ما صارنا كيف ما طوال غيكون قصير، ولكن على الأقل نخليه واحد الحضور اللي يمكن يتفكرون به الناس، ويمكن يتفكروا بنا أولادنا، واللي يمكن يتفكرون به المحيطين بنا، ويكون رمز الافتخار. وهذا الشيء ميمكنش يتحقق إلا إذا كانت واحد الإرادة قوية، وواحد الإصرار قوي، واحد الحضور قوي للمرأة، وما تقبلش بأنها تكون رقم عادي في المعادلة، وتجلس وتربط يديها وتقول أنا خاص لي يعيلني، وخاص لي يقابلني، وخاص لي يدير، وخاص لي يفعل. خاصها هي تكون مستقلة بذاتها اقتصاديا واجتماعيا وعاطفيا وعلى جميع المستويات بطبيعة الحال. بصراحة أنا ما سخيتش بهذا النقاش الزوين بزاف، الله يعطيكم الصحة، شرفتوني ونورتوني، شكرا بزاف، لأنه اليوم كنحس بواحد الكبرانية كبيرة. شكرا بزاف على الثقة الزوينة اللي عطيتوني، شكرا لأنكم نماذج النساء اللي طموحات واللي معطاءات، واللي برافو عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. نبغي نشكر بزاف لالا خديجة محسن، هي سائقة هورموك أو شاحنة من الوزن الثقيل، مقيمة بأمريكا حاليا بولاية جورجيا. شكرا جزيلا ليك لالا خديجة. كيف تغريب غريبة لالا خديجة؟ ان شاء الله ونتلاقاو قريب وحنا على تواصل. وشكرا جزيلا ليك لالا خديجة، الله يحفظك. السلام عليكم، الله يكبرك ويطول عمرك. لا يخفيك. اشكر ايضا استاذه مريم جمال ادريسي، محاميه وحقوقيه، شكرا لك على حضورك معنا اليوم مريم. شكرا لانني استغليت بعض المعلومات الشخصيه عليك اليوم باش نبرز مريم الانسان على ما تاخذينيش من جانب الصداقه. استغلت اليوم بعض النقاط، ولكن لا لي شيء الا انه لاني عارفه بانه فيك ماشي فقط الجانب الحقوقي والقانوني، ولكن كاينه واحد المراه، واحد الجوهر كبير بزاف اللي خاصو يبان ويبرز. والى الناس كتشوف مريم المراه القويه اللي حاضره، خاصهم يعرفوا بان مريم كضرب تماره بالفعل، وكتشغل بواحد الكد بواحد الجهد كبير باش يمكن انها توصل، ومازال باغا توصل. ربي يوفقك، الله يحفظك، والله يسلمك قادم بطبيعه الحال. كنبغي نشكر ايضا لالا ندى بناني كريم، وهي استاذه تلقين اللغه الانجليزيه. برافو عليك ندى، من الناس اللي كنعرفو مع قرب، واللي كنتمنى ان ربي يوفقك. وانا طموحي كنشوف بان طموحك ما عندوش حدود، واكيد انه ان شاء الله مازال موفقه في اللي جاي. وعافاك الا ما شوفك يدري لنا شي كور بوغ لي زادولت، راه خاصنا لونغلي. انا ومريم هما عندك دو ستوديون باغيين ساتون بيان دابا حيت كندير عن بعد. والله الا وقت ما بغيتي ومرحبا بكم على الرسولين. مرحبا. المهم
تكون مي تكون لا مي كتكون لا موتيفاسيون راه كلشي كيتبع. الله يحفظك لالا اختك وتطلع لكندا. هي كلشي. شكرا لكم لالا. شكرا الله يحفظك الله يحفظك. وانا كنت سعيده جدا بهذا اللقاء وكنت سعيده جدا مستمعينا الكرام بهذا او عفوا مشاهدينا الكرام لانه نحسس براسي في جزء انني لانه الشغل اليوم العاطفه ديالي بشكل كبير فحسس براسي كانني في البرنامج الاذاعي وفي نفس الوقت على البرنامج الرقمي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. رساله قويه كيظهر لي بانها مرات اليوم للنساء وللرجال على حد سواء وربما اليوم خدينا واحد الدرس كبير في الحياه. الا بغيتي توصل ما يمكنش تكون مربط يديك وتقول انا ما عنديش الزهر وما عنديش الحظ وما عطاتنيش وما عطاتنيش هذه المدينه وما عطاتنيش هذه البلاد وما قادرش الى غير ذلك. بغيتي توصل كون على يقين بانه خاصك تضرب واحد التماره لواحد السنوات كبيره باش في الاخر تلقى راسك قدام واحد النتيجه اللي مرضيه لنفسك. عمر طموحنا ما يكون الفلوس وما يكون المناصب وما يكون اننا نوصلوا لواحد المستوى معين اجتماعي. طموحك خاص يكون ارضاء لذاتك. يقدر يكون ارضاء الذات ديالك يوصلك لهذوك المناصب اللي كتمنى وداك المستوى المتقدم من المعيشه ولهذاك المستوى الاجتماعي اللي انت كتطمح ليه. ولكن الاساسي في المساله هو انه توصل لمستوى الرضا على النفس قبل ما يكون على الناس اللي محيطين بك. خاصنا نشتغلوا على هذه المساله نساء ورجال. رساله لكل النساء المغربيات، برافو عليك فين ما كنتي، في القريه، في المدينه، في المهجر، فين ما كنتي كنقول لك برافو عليك لانك دايره المجهود وباغه تبتي ذاتك وباغه توصلي. فكوني على يقين بانه كيف ما قالت لها خديجه توكلنا على الله سبحانه وتعالى والاصرار والعزيمه هو المفتاح باش يمكن لك توصل في حياتك. كنتمنى لكم ليله سعيده وما سخيتش بهذه الدردشه ولكن الواقع هو هذا، عنده وقت اللي كينتهي بدايه ونهايه. شكرا الكريم لا يسرقنا اليوم في الاشراف، شكرا لضيفاتي الكريمات على هذا الطاقه اللي عطوني لدرجه انهم مابقيتش عرفت ندوي اليوم. شكرا لكم مشاهدينا ونتلاقاو الاربعاء الجايه. دمتم في رعايه الله، تصبحون على امل، تصبحون على خير، والى اللقاء.